يعني مش كفاية ان هي واخداه مني طول الوقت، كمان جاية تاخده مني دلوقتي. يا بنت على ما اقولش ليه يا ياسمين. اوقات كتير ما بنعرفش قيمة اللي في ايدينا. انا بقيت مش حافظ دلوقتي غير لما يضيع مننا، ما بنحسش بقيمة الحاجة غير لما تبقى مش موجودة. وللأسف ده بيجي بعد فوات الأوان، عشان في حاجات كتيرة هتضيع منك.